نورت بيتك بمطرحك يا سجوني. ايش عديرتك؟ ابوي عم يتعذب في قبره وانت عم تزغرتك في البهيمه؟ الناس تقول عليها ايه؟ معلش يا اخوي والنبي ما قصديش، هي بس الفرحه بقدوم اخوك جوني نستني. حقك علي يا كبير. ثانيه واحده، مراتك؟ ايوه. بنزل. انتوا فاكرين هعمل ايه؟ انا كنت بس حبوسها. تبوس مين يا دي مخبل انت؟ انت فاكرها خالتك؟ طيب اقعد. اسمك ايه؟ هدية. اسمي هدية. So cute. I love your style. Your hair. اتنين ليمون يا فزاع. لحسن القعدة شكلها هتطول وتحلو. امر جنابك. اتنين ليمون يا اللي في المطبخ. اتنين ليمون ايه يا جحش يا ابن الجحش؟ ايوه صح، ليمون يهدي. انا موصياهم يحضروا العشاء. بقول لك ايه؟ ما نكسرش غباوه. قسما بالله اللي هينطق عتوية. تعال لي انت عاد يا بسكويتي. يس برو. لا والنبي كلمني عربي عشان بخاف. بتخاف ليه برو؟ يعني اخويا. انا اسف ما عرفتكوش على بعض. ده توماس ماي بيست فريند ومدير اعمالي. دي اشلي اخته واخته، بس هي شفتك معنا فجبناها هنا معنا. ما يضرش قصره. عاوز ايه؟ بص من الاخر كده، انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه، نلم حاجه كده نحطها على حاجه تاني. ايوه نلم الموكوس على خايب الراجع. لا لا انت تسكت خالص، انا ما كلمتكش، انا بكلمه هو. قصدي نلم تو كانتريز، كانتري نحطها على كانتري تانيه. قصد اسم الله على مقامك تلم الشامع المغربي، بيقول لك كانتريز. اكزاكتلي. ما شاء الله انت غير انك ستايلك تحفه كمان ذكية. يا مصبر الوحش على الجحش. كام داون برو، تشيل. يعني لازم نبقى هادين واحنا بنتكلم في موضوع الميراث. ميراثي ايه؟ انت قاعد مع كيس جواف وياك. اي حد معدي يقول لي ليه فرصة ابوك اقول له تفضل وصدقه، لاني طخه وطخه ثاني كمان. ما هيبقى مات اوريدي، ايه البوينت؟ انت عايز تقنعني ان دادي ما قالكش؟ لا حكالي يا خفيف، حكالي، قال لي ليك اخ واحد بس مش برص وخنفستين. احنا خنفستين؟ يعني هو انا اللي برص؟ ليش عرفني؟ مش يمكن تكون جاي رمي بلي؟ حقك دي معك حق فيها. توماس يا جيرن بوي. اوكي بص يا كبير، دي شهاده ميلاد خرجت من مكتب صحه كلود بيك باسم جوني الكبير قوي وبنفس تاريخ ميلادك. ده تحليل الدي ان اي من تكساس بيثبت ابوه الكبير قوي لجوني، ودي البصمه الوراثيه لجوني ولسيد الوالد، والاثنين متطابقين تماما. الشهادات دي كلها معتمده من الام بي اي او منظمه الصحه العالميه. الورق ده تبل وتمسح به لمؤاخذه. ها ها قفاك. اذا كان كده معلش، ده انا طخكم والدبان الازرق ما يعرفلكوش طريق جره. ايه طخنا دي؟ انت شايفنا فرخات قدامك؟ ما تخلينيش اوريك الوش التاني، انا ممكن اوريك الويل وظلام الليل. او ماي جاد، ده ارهاب. ما تنساش اني امريكان سيتيزن، وممكن بتليفون واحد للسفاره اقلب الدنيا ابسايد داون. يا جماعه صلوا على النبي، ده انتوا اخوات. خلي الجماعه يريحوا في اوضه الضيوف واحنا كمان نطلع نريحوا في اوضتنا عشان احنا تعبانين طول النهار. طبعا ما تغمزي لي ليه؟ حفهمك فوق. ادينا فوق اهو. عاوز ايه؟ اهدى بس يا كبير، ده وزنها بالعدل، ده ممكن يقلب الدنيا زي ما قال ابسايد داون. ده امريكاني. وانا مزاريطي. ممكن ازريطها على اللي فيها واجيب عليها واطيها وفوقيها تحتيها كمان. شوف يا كبير، لو خلصنا عليه دلوقت ايه اللي هيحصل؟ كل خير. لا مش كل خير طبعا، اكديها هتتقلب علينا الامم المتحده ودولك ما بيتفاهموا شيء، يضربوا النووي عدل. نووي؟ طب وانا اعمل ايه دلوقت؟ اسيبه ياخذ نص الورث؟ لا مش النص، هو يعرف منين قديه ورث الكبير قوي. قصدك اديله حسنته وبعد كده اصرفه. الله ينور عليك، ولا يأذينا ولا نأذوه. يا بقرة. قوم
يا فزيا. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت على نفوخك. نهارك ابيض. انا مش قلت لك ياض ما تغفلش عينيك من عليهم؟ حصل جلابك وعليا ما غفلتش عينيهم لحظه. لا يا شيخ، وهم فينهم دلوقتي؟ صحيوا من نجمه وسافروا. بوه، هتتكلم صح ياض؟ صح صح يا كبير، هم قالوا انهم هيروحوا ياخذوا الراوند. هياخذوه منين غير من محطه القطر؟ انت متاكد ياض انهم قالوا هياخذوا الراوند ده؟ ومليان سمعهم بوداني دول يا كبير. غاروا في 60 داهيه. انا قلت كده برضك، ما يستحملوش عيشتنا وناموسنا وجاموسنا. غرياض غرياض، خليهم يحضروا لي الفطار ويبعتوني في البلكونه. امن جنابه، نحضره لك ايه؟ عايز النهارده كنت ننتل. اسمع يا ود الناس، ابويا الحج قبل ما يموت بخمس سنين ادمن القمار. ريلي؟ الكبير قوي واز جامبلر وفلاتي كمان، والناس كلاتها يا حبه عيني كالضحكه عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دوره ويننج 11، وكان لاعب على الارض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كثر الف خيرهم فيتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. سو ربنا ألهمني بفكرك ده، دسيت عنيهم اسم الله على مقامك كم جاموسي على كم بهيمة عاملين 38 ألف جنيه وريال. حقك فيهم بشرع الله 19 ألف جنيه وبريزة بالتمام والكمال كده. توماس قرم بوي. أوكي، آخر حصر لأملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحة الضرائب لسنة 2010، وهو كالآتي: 12 فدان على الترعة، 10 فدادين ورا الترعة، ده بالإضافة للترعة نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقان، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 أبراج في طوابق فيصل. الفدان على الترعة بيعمل 300، والفدان ورا الترعة بيعمل 200، والجناين والأبراج والدوار يبقى كده كله على بعضه about 6600. أنا هاخد 3 بس. 3 إيه؟ 3 مليون جنيه؟ قالوا لك عني داقك زرازيري يا ده، انا طخك وطخ نفسي قبل ما اديك 3 جنيه. النووي يا كبير. والله لما يكون ايه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب. اكده هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. اوه، وحقه كده كده بالمحاكم هياخده. فزاع. امر جنابك. هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير، تفضل. بالضبط. يلا يلا ساعدهم، مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا. وانت يا اشرف ادي الطنبيل بتاعهم غسله نظيفه كده. تامر يا كبير. بس انا مش ماشي دلوقتي. ليه ما ماشيش؟ لسه بعيد حقي. حق ايه يا ابو حق انت؟ توماس. اوكي، ده تقرير من المستشفى بيؤكد ان جوني اكبر منك باربع دقائق، وبمستند زي ده ممكن ناخد حكم في منت. بارك لي يا كبير، هبقى نيو عمده. او ماي جاد. والعمليه يا كبير دلوق. مفيش غير واحد بس هو اللي هيخلص الموضوع ده. هو مين ده؟ ابو الليل. ابو الليل؟ مين ابو الليل ده؟ عزرائيل الصعيد. أكبر عدد جثث كان على يده، كان عامل هاي سكور على هتلر ذات نفسه. باه، وإيه كمان يا كبير؟ القتل عنديه ما كانش مجرد دم وخلاص، لا، ده كان فنان، فنان صح. وبيختفي في لمح البصر، ولا حدش يعرف له طريق ولا حتى صديق. طب وده هتوصل له كيف يا كبير؟ أنا الكبير يا هتيري، وأبو الليل ده كان حيا الله واحد من تلاميذي، ابو صميده، ابو خليل، ابو سعيد، ابو الليل. ها،
مين؟ أنا الكبير ياد. الكبير؟ يا ولد اللزيكة، عاش من سمع حسك يا كبير. الله يخليك. أسمع، أنا كنت عايزك تخلص لي مصلحة ده. أهنين عليك يا كبير. قول لي يا عم جابر، فين هنا بيبيعوا دايت شوجر؟ بس أنا عامل دايت. يا جوني بيه، محدش بيبات من غير عشاء. عم جابر، في هنا اي تي ام؟ يعني لازم من اللي انتوا بتقولوا عليه ده. ما البلد مليانه زفر، كله زفر زفر. اها، وانا كمان يا عم جابر محتاجه جدا قف. حتى انت يا بنتي، ده انت من ساعه ما اندليت البلد هنا وانت زهقانه على طول. ما تشوف يا جوني بيه، شوف صاحبتك مالها زهقانه مننا ليه؟ اوف يا عم جابر، اوف، كلنا عايزين اوف. استغفر الله العظيم. حتى انت. بص يا عم جابر، انا هقول لك، الاوف ده رصاص بيترص للحد من خطوره الناموس. ما تقوله فلت. ده طشت اسوان من اول البلد لاخرها، وعاوز كباب قزاز من الغاليه قوي، واربعين خدام على الاقل يلفوا كيف النحل يخبط الناس كده، وشوف لنا عشره فوقها من الجامدين قوي دول بتوع شرايط الكسل. يعني من الاخر عاوز العزده يبقى ولا ادحى فرح فيك يا بلد. Man, I love this country. Shopping here is like انت ايه؟ انت ميتة؟ انت كيف؟ ايه يا عم الاوفر، في ايه؟ Listen، انا فكرت كويس، لقيت اني مش موافق اني احكم country البيبل اللي فيها مش هم اللي مختاريني، عشان كده قررت ان اعمل انتخابات نزيهة بيني وبينك، ولا يختارون الناس هيبقى هو العمدة. Peace. بيسين ثلاثة. So cute. يعني صورة تاتشي وفي نفس الوقت. بص، أنا أشعرت. جوني، دي أول خطوة في حملتنا الانتخابية علشان الناس تتعود على شكلك وتحفظ اسمك. عشان كده إحنا عايزين نقعد مع الناس، نتكلم معاهم، نكسبهم، you know. عم جابر، لا أنت تقدر ترتب لنا الموضوع ده، مش كده؟ إن شاء الله. شوف أنتوا عايزين إيه، وأنا عينيا لود الغالي. Thank you brother. هو ده exactly العشب. جريت عم جابر، احنا عايزين نعمل كونفرنس ميتنج مع اهل المزاريطه. ومال نجيبوه؟ نجيب مين يا عم جابر؟ بقولك عايزين نعمل كونفرنس، قولي بس نعمله امتى. شوف حضرتك، انتوا تكتبوا كل حاجه انتوا عايزينها من الرزخانه وانا اروح اجيبها، بس كتبوها كلها في ورقه واحده عشان يبقى مشوار واحد. يا ثانك يو يا عم جابر. اي اشلي فين؟ لوك اهي، هناك اهي بتلعب المعزات الصغيره والايجيبشن بيتس. شي سو كيوت. حبيبي يا ويردو، بتكلمني؟ لا، بكلم الصورة اللي وراك يا خفيف يا فاني. تعال هنا. وأمور يا سيدي الناس. في ايه بالظبط؟ من ساعة ما خرجنا وانت مراقبنا وكل ما ابص لك يعمل لي كده. في ايه؟ انت اهبل ولا عاوز حاجة بالظبط؟ حادي حادي ايه؟ والله ما عاوز حاجة يا سيدوني. يبقى اهبل اهبل. امال انت عطرنا ليه من ايه ده؟ انت عارف اسمي كمان؟ سيدوني، ده انت اللي ما يعرفك يدهلك. هاي، ثانك يو براذر. انت اسمك ايه بقى؟ هدرس. هدرس؟ هدرس هدرس هدرس. انت بيور ايجيبشن؟ وات ايفر. قول لي، انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمه الشريفه ما فيش غيرش بس انك عاتبني. او ماي جاد. انت متجوز؟ لا 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 لا. وطبعا ولا خاطب ولا مصاحب ولا ليك اي علاقه بالفيميل. ايه؟ النساء. ايوه في هيام. هيام ده نوع العلاقه ولا الانثى؟ ايوه طبعا، نتايه طلقه. ثانك جاد، طلع ستريت. ويلكم باك. شفت يا جوني، بقى ليك فانز، عندك معجبين. هدرس ام توماس. وعايز احنا كنا عايزين نقعد مع الناس، نتكلم معاهم اهل المزاريطه. قول لي ممكن نقدر نعمل ايه؟ سهله قوي. yeah. يا ناس، يا أهل البلد.
تعالوا كلموا سيدوني اهل البلد. لا ده اهبل اهبل. تعالوا كلموا سيدوني. Good morning everybody. What's up? أصدقائي مستر جوني مش عاجبه حال البلد. طب انتوا عاجبكم؟ عشان كده هو عايز يعمل حاجات كويسة جدا مفيدة تفيدكم وتفيد البلد. Exactly. وعشان كده هو قرر انه يعمل انتخابات نزيهة ما بينه وبين اخوه الكبير وبيدعوكم كلكم everybody علشان يناقش معاكم برنامجه الانتخابي. ايه رأيكم يا رجالة؟ هو ده ينفع سجوني عمده؟ طب لو سجوني كسب الانتخابات هيعمل ايه يعني؟ لا هعمل من ناحيه هعمل هتعمل ايه يعني؟ هعمل يعني لازم احرقها دلوقتي. راجل نفسيه باين عليك واوفر قوي جوني. بص 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 خلاص بقى خلاص بقى يا عم جابر. نعم. فين الهدايا الشيك الغاليه اللي احنا جايبينها علشان نوزعها على الناس الطيبين دول؟ حاضر. بس ده مش هنديله حاجه. خلاص انت مش هتاخد حاجه انت بالذات. خلاص بقى يا جوني. يا جماعه مستر جوني هيرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم بكره الصبح من الساعه 9 للساعه 11 اي ام في البرنامج الانتخابي. وبليز يا جماعه كلكم هاتوا اولادكم الصغيرين عشان في مفاجات كتير وهدايا. بحبكم كلكم. لا ريلي بحبكم. بيس. قال انتخابات نزيهه. قال في المزاريطه ماشي يا ابن الحاج فوكس. انا قد مش فايتك العشيه بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل دي هميته. الواد ده كان مخاوي يا فزاع. مبسوط؟ هذه آخرة العقد. فزاع ايوه يا كبير. امور جنابك. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ديك فلينا. ما تصدقش يا كبير الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فلينا اللي بلا جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ بيه ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفلينا دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكوا اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجاله في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا هيتاخر. امسكوا السلك عريان. قال انتخابات نزيهه. قال في المزاريطه ماشي يا ابن الحاج فوكس. انا قد مش فايتك العشيه بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل دي هميته. الواد ده كانه مخاوي فزاع. مبسوط؟ هذه اخره العقد. فزاع فزاع. ايوه يا كبير. امور جنابك. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه دي فلينه. ما تصدقش يا كبير الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فلينه اللي بلا جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ بيه ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفلينه دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكوا اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجاله في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا هيتاخر. امسكوا السلك عريان. انت يا اشرف انا كنت براهن عليك خيبت املي فيك. امسك السلك يا اشرف. سامحني يا كبير. خلاص يا كبير اخر مره يا كبير. جزره وقطمها جحش. ده هيعلمك بعدك. ده ما تفوتش معاد الكبير واصل. فوت معادي عشان خاطر في الليلة. امسك السلك يا اشرف والا انت عارف انا هعمل فيك ايه. خلاص يا كبير حمسكوا. لا فيه السلك هاي.
يا رجال بس يا جهبل انت خلينا احنا نشتغل. تفضل جنابك. يا رجال الواد جوني يا اخويا ده داير يوزع هدايا وتصاوير على اهل البلد وهم ما يصدقوا حد يديهم فيقوموا يركبوه فوق روسنا ويكسبوه قوم احنا بقيه نسكتوا يسيبوه يبرطع. لا احنا لازم نضربه وضربتنا هتكون قوية. يا عبدالله اهدي 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 بالله ما شاء الله اسرة سعيدة عندك عيال؟ عيل واحد كبير. اهدي صح وزاع امر جنابك استماره. تفضل. شوف يا سيد ابوك هتحط الصحف خانة الكبير ولدك هيرجع لك صاغ سليم. هتقل عقلك وتحط الصحف خانة جوني يبقى مش هتشوفه تاني. احب على قدك يا كبير احب على قدك يا كبير. اشرف قوم يا كبير هات الواد. احب على قدك يا كبير احب على قدك يا كبير. لو سمحت انت مطري لي ليه يا ابني؟ الظاهر عشان اعمل حادثه يا عيني برضو اكيد يعني مقصره في نفسي. اوه لو سمحت ممكن يكون راكب عارف نفس العجله ما تضمنش. ايه ده ايه ده هو اهل البلد كلهم متخشمين. ايه ده بص بص عامل ازاي. لو سمحت سيلفو بلي مين الحيوان اللي عامل كده في صوري؟ مين كابتن مين الحمار اللي عامل كده في صوري؟ تعال هنا في ايه هدرس هدرس بليز تعال هنا في ايه كل الناس عامله كده ليه؟ الكبير الكبير يا سيدوني دور الضرب ولفت رف اهل البلد عشان نرشحوه. اوه حاسب ايدك قلت لك اهبل اهبل عشان نرشحوه في الانتخابات ومحرد على اي حد انه يتكلم. انا فهمت كده انا فهمت عمل لكم كارت ارهاب مشاكوا زي ما هو عاوز زي الحمامير وكلكوا خفتوا وقبلتوا. انا ما قبلتش مش ممكن اقبل. انا بقولها لكم اهو tomorrow morning 9 o'clock AM عشان ما حدش يقول لي PM وكلام الفاضي ده. واقفة احتجاجية قدام الدوار. We hate you. 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 انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بتملى بتقول اي كلام؟ اسمع يا حبيبي تعالى. We يعني احنا hate بنكره you يعني انت. تكرهونني أهبل انت يعني هو. ما علينا قول ورايا وخلاص. We hate you. We hate you. لا we hate you. لا we hate you. لا we hate you. لا we hate you. الساعة كام دلوقتي؟ 10:30. انا مش قلت 9 واكدت في السوق AM عشان ما حدش يتأخر؟ ايوه. واضح ان في مشكلة كبيرة جدا في البلد دي في موضوع المواعيد. اهو اهو طلع طلع يا بوي يا بوي يا بوي. شوف شوف يعني ما طلعش اهبل بس طلع اهبل وجبان كمان. طب هنعمل ايه دلوقتي احنا ناقصنا واحد. مش مهم احنا لازم نكمل المشوار trust me. اوكي. We hate you. We hate you. انت كنت فاكر انك هتكسبني في ارضي يا ابن المزاريطه دي كلها في يدي. انا اديتك تشانس جامده جدي وانت طلعت ما تستاهلهاش. على فكره بقى انا هرجع في كلامي لا في انتخابات ولا اي حاجه وانا هبقى العمده. وش شوف يا ود الناس الراجل عندنا هنا عثربت من لسانه يعني لو رجعت في كلامك او لحسته ولا الناس هيصدقوك ولا هيرضوا بك من اساسه. يا ابن اللعيبه يعني انت بتدخل لي من طب ده فير ده اسمه عدل انك تكسب الانتخابات بالصوت والافتراء يبقى انت كده كسبت. هو كده ده اخر كلام عندك؟ هو ده اللي عندي واخرك اعمله. لا هعمل من ناحيه هعمل هعمل ويا ما عملت قبل كده انت راح فين راح فين هعمل هعمل ايه هعمل من ناحيه هعمل اتفضل اعمل بقى. اهدى يا كبير خوتني. انا اجيب الحكومه انا اقعد في الدار مكتف كيف النسوين
ما عرفش امارس خطط الانتخابيه. ما هتنفعش الخطه دي بعد ما الحكومه اندلت والناس اللي كانت خايفه مش هتخاف تاني. وهي الحكومه قاعده لنا بس نخلص الانتخابات وانا عاود امرمط سلسفين اللي جابوهم. طب ما هي الناس عارفه كده وممكن يكسبوها عشان يتقوا شرك. يكسبوا مين يا ولي؟ ايه ده بس يا كبير، مفيش قدامنا غير صرفه واحده. هي ايه يا فلحوصه؟ انا قلنا احبائي فلذات اكبادي اهلي، انا خبر زين انكم زحلانين مني واخدين على خاطركم، بس انا جايبكم النهارده عشان احب على راسكم واقول لكم كلمه واحده. معلش انا اسف، كل بني ادم خطاء وانا قسمتي عليكم دي من عشمي كيف ضرب الاب لولده. العموم انا ما عدتش اعمل كده تاني خالص. جزر وقطمها جحش قصروا، انا جايبكم النهارده عشان اقول لكم حاجه مهمه قوي. هي 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 ما لكش صالح واصل. ما حدش يمشي بعد الوكل، لسه عندله الساقع وبعدين الحلو كمان. يعني هو حبك الوكل يعني وانا بتكلم؟ وكنا استنينا بعد ما تكلم يصفحوا. انا ما عاوزهمش يسمعوك واصل، انا عاوزاهم ياكلوا. اطعم الفم تستحي العين. رايح فين يا جاموسه انت وهو؟ رايح فين يا جاموسه؟ انت يا عم؟ انت يا ولد؟ يعني يا طبازي انا عارفك وعارف بيتك. يمين بالله لا اجيبك وانفخك. جوني شهرته في أمريكا. بيك هارت القلب الكبير. اتولد جوني وعاش حياته في ضواحي هارلم وسط الفقراء والمطحونين، وعلشان كده بيحبهم وبيحس بيهم. محلية وعالمية مما جعله شخصية مشهورة ومحبوبة من قبل الجمهور الأمريكي، وده اللي ساعده على دخوله عالم السينما. لم يكتفي جوني بإنجازاته الفنية والرياضية، بل كانت له مواقف سياسية غيرت مجرى التاريخ في العالم. وأخذ جوني يتنقل من نجاح إلى نجاح حتى قرر أن يعود إلى مسقط رأسه المزاريطة وسط أهله وناسه. أهل المزاريطة طيبين؟ أهلي، ما أنا مزروط زيكم. أنا بجد في الفترة البسيطة اللي عشتها معاكم دي اكتشفت إن إحنا عندنا طاقة بشرية جامدة جدي، وإن إحنا عندنا رياضيين، فنانين، مفكرين، منافسين، مهندسين. لكن للأسف المواهب دي مدفونة ومحتاجة اللي يطلعها، وإحنا هدفنا ان احنا نطلع المواهب دي وننميها وننافس بيها العالم كله. يا جماعه انتوا لايك المحاره، عارفين المحاره؟ بتبقى في قاع البحر متعاصف في الطين، والسمك اللي رايح واللي جاي بيعمل حاجات عليها، حتى الترسه بتعمل عليها حاجات.
بس جواها في لؤلؤة. جواكوا كلكوا لؤلؤات. انت يا حاجة تحت القمطة دي في لؤلؤة، وانت تحت العمة دي في لؤلؤة. انا مهمتي هطلع اللؤلؤات دي كلها منكم. مفيش لؤلؤة فيكم مش هتطلع، تراست مي. احنا عايزين نبدأ مع بعض عهد مزاريتي جديد. Ladies and gentlemen, let's party. It's shut up! لك يا عمد والله! جبتني يا ويل! أنا إزاي أنا من اللي مجرى! الله أنا نازل وعصر! أنا نزلتش أنا من نازل أنا! بتعمل إيه عندي كده حكي أنت! انزل! أرض شطوح مهورة! بقول لك أما نزلتش يعني ما نزلتش! يا اللي هتبوظ الكرانيش يا! حسبي الله ونعم الوكيل! طلعت ثلاثة ماني نازل! انزل يا ابني انفخك! او ماي جاد! انا عندي فوبيا المرتفعات! اصلا وهديلك يا عبادة! ما تحاولش يا سي جوني! انا هفوت يعني هفوت. اوكي اسمعني وبعد كده فوت. لا اسمع بس اسمع. على فكرة اسمها النط مش فوت، ده خطأ في السبيلينج. انا هنط يعني هنط. طب اسمعني، ايه اللي هيخليك تعمل خطوة مجنونة زي دي؟ ليش بقي الضنك يا سي جوني؟ العيال عاوزة دروس وعايزة فلوس وعاوزة مدارس، والمرة ما مبطلاش طلبات. حتى امي قاعدة معانا ومش عاوزة تفارق وكاتمة على نفسنا والبيت ضيق. طب اعمل ايه يعني؟ داني مانيش لاقي حتى رغيف العيش الحاف اكله. خلاص يا عبادة، خلاص انا كده انا حربي نفسي يا اخي. بس على فكرة موضوع رغيف العيش ده معاك حق فيه. ايوه، من ساعة ما جيت البلد يجيبولي حاجات غريبة ويقولولي ده عيش. بس على فكرة مشكلة الغذاء دي مشكلة عالمية، ما بقتش مشكلة بلدكم بس. انت عارف ان في امريكا اكبر نسبة سمنة في العالم؟ الفاست فود يا معلم، الفاست فود. احدث التقارير الطبية بتقول ان الفاست فود خطير موت على البشرة الدهنية. انت بشرتك دهنية يا عبادة؟ ايه؟ مش مهم. انت عارف انا اخر مرة كنت بتمرن فيها عند ارنولد في الجيم بتاعه في امريكا، قال لي جوني فوكك من الفاست فود، ده مدر جدي. هيقول ارنوند ومش ارنوند ارنوند يكونش بتاع الجهنمي والمدمر. انا ما اعرفش هو عمل افلام في الخليج ولا لا، بس هو عمل ترمينيتور. حب على قدك يا سيدي. بس يا ابن المجنون، حب على قدك يا سيدي. شغلني عند سعدي في الجيم. اوعى يا عم اوعى هتوقعنا، ولا هنروح امريكا ولا نشتغل عنده. بالراحه كده وهو اديك ليه وهيشغلك هناك. بس تعالى معايا واحدة واحدة. يلا استنى وما تتجننش، مش عايز افورة. ثانية واحدة، تعال يلا يا ابوي. على المرار الطافح العمودية راحت، ودي الفرطوس دي بقي بطل الأبطال قدام أهل البلد، وأنا بقيت الجر. اجده الناس هتروح تصوت له. صوت عليه بدري، انا لازم اتصرف. تتصرف كيف يا كبير؟ الانتخابات بكره خلاص، ما بيجيش ليها صرفه. لا ليه؟ We'll be right back.
هتجنن واشوفك بالطقم الجديد. I swear انت لو ما خرجتش انا هدخلك. خلاص انا طالع اهو، بس غمضوا عليكم. جوني اخلص بقى. جوني من البلد دي، ريلي من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي. او ماي جاد، تصور ما عرفتكش فور سكند، شكلك اكستريملي كول. ريلي جوني انت عارفني ما بحبش المبالغه، شكلك كده فعلا بقى سعيدي سعيدي. ممكن بقى تفككم الكلام ده عشان احنا اوريدي متاخرين. طيب قول لنا ورانا ايه. اوكي الساعه 10 هنروح عند ابو حماده البيت عشان عندهم ايفنت مهم. اوكي الساعه 12 هنروح نزور مدرسه المزاريطه الابتدائيه. الساعه 2 في طقس اسمه حنة بيعملوه البنات، هنروح نحضره. اوكي استعدنا عشاء بالله. ليتس جو ليتس جو. الوكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع، ده اديله اكتر من 24 ساعه على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي، وانا خايفه لا يجرى له حاجه. والنبي تخش له، ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل، الموضوع ده هم اللي هو ليله. سو كيوت. تبتلك احسن فرسه في الناحيه كلاتها، فرسه تليك بالعمده الدديل. لا 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 لا، ما ينفعش اركبها، مش طالبه مخمضه، انا لسه فاتر فروت سالاد، مش هينفع. بعدين انا لابس جلابيه، ده هيجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني، كله مودود، حمار، بغل، دمل، داموسي. هو لازم العمده يركب حيوان؟ ايوه. الحاجه اللي طلبتها منك وصلت؟ من 6 الصبح. I love this song. بتعدي في حته نهارتي بيتقطع من حته لحد 6. فين الحاجه؟ اهي بقى، تعالى تعالى. السلام عليكم يا كبير. باي. ايه هنجلبوها مناحة ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير، اللي حصل حصل، ياما دكة اتهرست بول. لا هتقعد كأنك في ميتم. خد نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروق الديه. ولا ايه اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير، الموضوع يعني يكدر ويزعل. قاعد لميك ولا عليك، قلت لك عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاجئه من عمودية كمان يسيبك كده، لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحريم؟ بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي، زي تاتوهاتي يعني. بص هنا جوني، بص مكتوبه ازاي، بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري، حتى الصميم فاهمني. انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو، يعني مثلا ممكن نعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شويه، مش ممكن قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله. جله او طعميه واتيفر، يعني اي حاجه، اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدرة عايمه في البول، يعني جو شرقي. بتعمل ايه يا جزمة انت؟ وهو هم الاتمثال يا ولد. اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. لا تفهمني ولا نيلة، لم المقاطيع دول واطلع يا اما اعتقكم بالنار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليا نص الدوار ده بالظبط، سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي. فيري ويرد. المهم عايزين نعمل بول. يلا يا مناديع يا ولاد المناديع. رجاله احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني، وهنبدا من هنا الدوار، دوار الكبير اللي ما حدش هيقدر يهوب نواحيه واصل. مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت، احنا هنضربه وضربتنا هتكون قويه
وبقبضة من حديد. بقبضة من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دين انا هجرب تاني. على فكرة انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال يعني ايه؟ هفهمها كده. يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده؟ الف سلام عليك. انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما بتعورش. دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعرك. ادرس بص انا بحبك عشان كده بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو. مش مي جو لسه عنا شعري. الحق يا كبير الحق. لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بقى. يا مرحب يا مرحب. يا القطقطه الشقره ام عيبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي. ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مره؟ ليت مي جاس. الكبير. ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون. هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه وارشها لك سكر وادخلها لك الفرن وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده توس دي بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني اعلى ما في خيلك ولا خيليه. ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امريكا يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس. ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه ويحط عليها سكر ويدخلها جوه المايكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكه 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 كحكه. وبعدين ما ينفعش اقول ممسك العموديه يعني احبس اخويا يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين هنعمل ايه؟ مش عارف بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيب ده. عندي عندي يا سيدوني. اي عندي واحده كفايه والله العظيم. ما في اهدى من دوارنا. وان ما شلتكش الارض نشيلوك فوق حبابي عينيني. ها يا جوني فكرت هنعمل ايه؟ بص فكرت هنعمل ايه؟ سامع كويس. فكرت هنعمل ايه؟ كان في فكره في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفايه كفايه. ها يا سيدوني كله تمام. هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين على باب المطبخ واحد على باب الزريبة. وانت يا اشرف عمري يا كبير عاوزك تقعد تحرس هنا. لو عينك غفلت يا اشرف عمسكك السلك عريان. لا بلاش سلك يا كبير. خلاص انا اطلع انام لي ساعتين. لو اي حاجة حصلت بلغوني صحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير ملازمها كيف ما أمرت. انت هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازما. أمال إيه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجة تعملها؟ لا. طيب ممكن تفك لي الحبل شوية؟ ايدي هتتقطع ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست شلي. لكن انا عبد المأمور. كنت فاكرك كده فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك. مش عايزني ادلعك؟ فيزو. بلا ما اخده يا ست شلي. لا ما فيش. طيب انا ايدي وجعاني بجد كل ده وما صعبتش عليك. فكني بقى. انا يا الجوز
ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست تشلي. تيار شفت؟ شفت ايدي؟ سلام عليها. ميرسي ان انت فكيتني، بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عشطانه من عينيا الجوز. تفضل يا ست تشلي. ميرسي. ايه ده، بص العصفوره؟ فين؟ وانتوا صفكوا هتفضحوني يا اغبيه. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسيني يا عم؟ الزفت على دماغك ده ايه يا هدرس ده؟ اوعى توماس. انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور؟ مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي، وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا، اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على شعب الله، نظبط ساعتنا على ساعه الصفر 3 ام. لعبه افلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم. لحظه عمر. 48 ساعه في اسرائيل. طبي. طب ايه عايز تقول؟ ايه عايز تقول؟ ما هي الساعه ظبطها من اساس. ايه يا جماعه ده؟ احنا بنلعب واختي بتموت جوه يا جوني. خلاص اشلي بتموت. خلاص توماس. اشلي يا حبيبتي يا اشلي، يا ترى نايمه ولا صاحيه؟ توماس عايشه ولا ميته؟ اوف لاين ولا اون لاين؟ اشلي يا حبيبتي يا اشلي. اشلي يا جماعه في عقبه كبيره قوي ما كناش مفكرين فيها. ايه هنعمل ايه في السور الهيوج ده؟ لا انا جات لي فكره. دي برضو مهما كان اختي. عايز اروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف؟ لا يا جوني انت مش فاهم. تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصه، يتعمل كده. اجرب انا. اجرب اجرب ايه؟ احنا في مولد هنا، اقعد هنا، مش ناقصه متخلفين وهبل. دو جوني. استعدنا على الشقه الله. هنطاكيه. Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف، أنا خايف. ما تخافش، ما تخافش. Trust me. يعني إيه؟ يعني ثق فيا. بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني، روح أنت وسيبني. ما أقدرش يا هدرس، ما أقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا. بص في عينيا. 1 2 3. الحمد لله. الحمد لله. او ماي جاد هدرس، ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا لا لا، ده قدري. انا هستنى هنا، كمل لوحدك انت المشوار، وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا، الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني، بص لي في عيني. انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. انت قلود قوي، مش ممكن. دي شافوه. استناني هنا وانا هطلع فوق.
لو حسيت بأي خطر يا هدرس اعمل لي صوت أنثى لما في موسم التزاوج، أوكي؟ كده جوني بيموت، جوني بيموت، جوني. خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد أنا كنت جاي عشان أخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت، ده أنت وجعتك مربربة يا ولد أبوي. أوعى تتهور، أوعى تتهور، أنت مش عارف أنا ممكن أعمل إيه. هتعمل وأنت لساتك هتعمل، ما أنت عملت يا سنيور وأنت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد سمع عليك. ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ Are you crazy؟ انت هتذبحني؟ هذبحك. ده انا هذبحك وانفخك واسلخك حي واقطعك قطيع واحبيك في سكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان، مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه حظابط؟ انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه. ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري. كذاب، ما صدقوش حضره الضابط، حتى سال جوني. ايوه دول كانوا خاطفيني از رهينه. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا. ده كان فيلم كنا عاملينه انا وهو على توماس واشلي عشان يعيشوا جو الاكشن. افهم من كده بقى ان مفيش مشاكل وان انتم متفقين؟ طبعا متفقين. ولا ايه يا كوكي؟ اكده يا جوني. اكده يا حضره العمده. خير يا ست الناس. صباح النور. الفطور جاهز. ايه ده فين الفطيره؟ الفطيره هتاجي من الفرن عشان تبقى مهوجه. طب يا رب تاجي قوام، الكبير هيندل دلوك. اها صباح الخير يا كبير. وطي صوتك يا هتيري، ما بقيناش لحالنا، بقي لنا الجيري وجيري ما تصرش كمان بقى كده. يا توماس هو ده رد الجميل؟ ده انت طلعت شاب جدي، مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع القتال والحراميين؟ والله يا فزاع شكلي هديك بالفرجلي. طيب انا عملت ايه طه؟ يا عم تير تير تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي. بقول لك ايه يا فزاع؟ امن جنابك اخبط راسك فضخا حيطه. والله طيب انت قلت حاجه يا كبير، ما انا خشمي مسوجر. ها بس منك ليه، بلاش لعب الحال الصغيرين ده. انت هتعلي حسك عليا يا مجنون انت؟ لا يا كبير لا، ده اللي بكلم الغفر اللي بره المتنحين دول. امشي اطلع بره يا هتير. هتطردني من الجنه، انا رايح للناس الطيبين دول. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه هدرس عملت ايه مع الناس بتوع المسرح؟ طب جريت، روح دلوقتي بقى على المطبعة عشان تجيب البوسترز. اوكي باي. واندرفول. طيب المغنية جاية امتى؟ بعد بكرة. فرصة ريه ومرسح ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا بيه. افهمك يا انكل جابو، احنا عاملين الحفلة دي بمناسبة ان جوني بقى النيو عمدة، واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها. بس نيكول سابا؟ نيكول سابا انت تعرفها؟ ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا؟ شفت يا جوني مش قلتلك هنا بيحبوها جامد؟ بس برضو I think لو كنا جبنا يعني إلتون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده. طب والست نيكول يعني لما تيجي هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا ثلاث أيام قبل الحفلة. لا ده عنديها عنديها عنكة، المسخرة دي ما هتعتبش الدوار الكبير جوي واصل. حسب حسب ده نصي نصي، اوعى تعديه. وحياة أغلى حاجة عندك يا كبير، ده نيكول سابا دي عسولة قوي. لا يعني لا، مش من حقك يا كبير، أنا العمدة دلوقتي ودي أملاكي أملاكي، يعني ما يخصكش. لا يخصني، والكبير قوي لو كان عايز كان طربقها فوق دماغك. بقول لجنبك إيه؟ ما تتسرعش يا كبير، بي كول، هون اللي هقول لك ولا إيه؟ واعي جنابك نيكول سابا دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربة اللي جنابك بتزوم أول ما تشوفها؟ نهون فيهم اللي حقول يشغلني بيك وهواك بعدي معاك بتاعت الفيلم عادل امام تجربه الدنماركيه انيتا جوتنبرجه اللي راحت مجلس الوزراء بلبس الغزير بشحمه ولحمه. اموت انا واعيد السنه. بتقولوا ايه؟ مفيش
بقول ان المسخره دي لا يمكن تدخل الدوار هنا ابدا. ورحمه ابوك يا كبير توافق. لا عشان خطري يا كبير. جزره وقطو ما جحش. نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر. دي صوره اللي فوق السلم هناك. دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية. You know something like the White House. اوكي نيكول بشوفك بكرة في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني بس انت يعني شكلك تو كول على العمدة اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويري. ثانك يو نيكول. نيكول حلم العلم ده يا ربي. نيكول انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. استنيكول انا بحبك قوي. معلش انا فرحه ما سيعنيش. المصاريطه كلها منوره حبيبتي. ميرسي منوره باحلى. حياه النبي تبقي تاجي عندنا عشان نتانسوا بيكي. طب ما انا عندكم اهو. هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا. انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني. هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده اسمها؟ اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل لايك شبشب وبقاب يو نو. وبقاب؟ او ماي جاد جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع. مش عاطله الفكره. انسي الموضوع ده هبقى فاهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا. بس انه هلا ما خبرتني. بدي اعرف السكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش. بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه خالص. بوه تصدق جابت هنا؟ السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد يا ابو قلب جامد. ايوه فين يا عمي؟ مش تبقى تجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي. مسكوك كفاره. باه الو. ايوه كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن نخرج. انت فين يا جحش؟ امر جنابك انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ داني أفلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الدبيحة. وده لا مؤاخذة شغلتي يا منورة ونورك ملعلط. مرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافة بالقشطة اللي عم تنقط عصلك دي. بقول لك ايه ما تاجي علمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازله؟ استني
استنيكول استنيكول صباح الفل يا استنيكول. بوجور، كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعه شم شويه هواء. قليله في شيء؟ لا، انا كنت بطمن يعني تكوني عايزه حاجه كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي، بس عوز شيء رحلك. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي. ايه احساسك وانت واقفه قدام الاستاذ عادل امام؟ كان بيشبه احساسك انت واقفه قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان. قول. هو شعرك اصفر كده طبيعي ولا انت حاطه له حاجه؟ هي سر المهنه. طب معلش، اصل زي ما انت شايفه كده انا شعري مجعد ونفسي اسبسه زيك كده، بتعمليه كيف؟ حبكت هلا هديه، بعدين بقول لك. بعدين. ماشي. بونجورك يا كبير. اهلا 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 اهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي، عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاك؟ لا ما تخاف، عملت حسابي. ليك قلي، انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قديح على خيار الريق. دخيلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا، بس انا خايف عليكي، اصلا ثقيله قوي. لا ما تخاف علي، ولا انت بخله؟ احنا بخله، ده احنا اهل كرم كله، بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداكي يا زلبي. اف لك شو تقيله. ما قلت لك. شوفك تذكري لمؤاخذه الدبسه في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا، ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي. بوجور، حطي السلاح كده يا زلبيه، وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده هيك هيك يا اختي. يوه انا زهقت من الاكل ده. ايه ده، على فكره انا تعبت جدا عشان اعرف يور فيفر. انا باكل من الاكل ده كل يوم، انما انا هنا جايه الصعيد فنفسي اكل الاكل بتاعكم، يعني شويه فول جبنه فطير مشلتت. انت الفطير المشلتت يا بنت. على فكره الاكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها ايه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. انا هروح اكل معاهم. بلاش بلاش، هيحرجك وهيطردك يبقى شكلك وحش. وانت مالك يا فزاع الجحش، بتخلي الناس على راحتها يا اخي. يا دي الهم، هو انا عتبت نواحيهم واصل؟ استاذن انا. طب بليز بسرعه يعني نقنق. بقولك يا كبير، ممكن افطر معاكو؟ ده انت تنسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش. تعالي يا راجل، تعالي يا راجل. كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيبة منيحة. بسم الهاري. تعطيني بعد خبر؟ علي. اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي. هو يا هدي. هو يا هدي. في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليكي. انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليك يا اديب حكيم. حكيم يهده، اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخها لك انا. عم اهلك بس ها؟ على مهلك يا بنت تلبصيلها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم. قلت اطلع البلكونه اضرب لي حجريه. طب بدك فل واتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسه وكنافه
وزلبي تخيلك مش قادر، ده انا من ساعه ما جيت وعماله اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطه القشطه ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعيه. شو هاي؟ عندي طين. اه مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجه محدده يعني. بطلع برياضه؟ لا الرياضه دي كانت زمان يعني، واحنا صغيرين كنا بنغرق كلاب في الترعه وبالليل نصيد عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك. انا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس. والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغنيوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ، وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هادم الملذات، لازم نقوم دلوك. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحه جامده جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطه. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين، ما تقدري تاخدي لفه. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتاخر عليكم، باي. بونجور. بونجور. لايف از لايف للي 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 بردك لايف للي امشي يا نم. على فكره بقى هم 3 دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش انا همشي. دي قلة أدب. لا ريلي ريلي قلة أدب. كل ده بياخدوا لفة؟ ليه بيلفوا إيه؟ طيب. بيلفوا إيه؟ معلش خلاص بقى أنا مال أنا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، أنت بتقول أي كلام يعني إيه؟ يعني زي مصير الحي يتلاقى، ما أكيد هيتلاقوا، إيه اللي بتقوله ده؟ جوني أنا قصدي يعني نستنى شوية. استنى، استنى. أنا خلاص، رجلي خلاص. لا وأنا مش قادر أصدق، أنا جوني بيكهام العرب. اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا يتنفض لي؟ ما يصحش. انا يتنفض لي؟ ما ينفعش بس يعني انا جوه. نستنى شويه. جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعه؟ ما شفناهوش؟ شفناه من 7 ساعات بره، خدني كل على الكاريت لفه ومن ساعتها اختفوا. لحالهم؟ لا كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رح لما تنفخهم علشان احنا مع بعضينا والاول يا حلاوتكم. ما لسه بدري يا كبير، داير تتصرمح لي انت والسنيوره لنصاص الليالي. لمي نفسك يا هديه، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقه دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جرايه هديه في ايه؟ ما تهدي شويه. اقفلي خشمي. بقول لك ايه؟ بس ما عاوزش كنت الحديد جزر وقطع ما تحش. الكاوبوي دي هتبقى مرتي.
الو. ايوه يا حامد. حامد؟ انت ما بتردش عليا، بتتهرب مني. النمره غلط يا اخ انت، النمره غلط. لا بقول لك ايه، ما تتصلش عليا، مش عليا انا الحركات دي. فين الفلوس اللي عليك يا حامد؟ انت بتفهم منين يا عم انت؟ بقول لك النمره غلط، النمره غلط، ما بتفهمش عربي؟ نمبر رونج. يا ساتر. انت بتنفذ سكه في وشي يا حامد؟ برضك هيقول لي حامد، مفيش حد حدانا خالص اسمه حامد. الرقم غلط. لا بقول لك ايه، هو انا كل ما اكلمك هتقول لي الرقم غلط؟ حامد بلاش الشغل ده معايا، يا تجيب الفلوس اللي عليك يا هعمل معاك السليمه. اقول لك على حاجه زينه، اعمل معايا السليمه. معالم رمم. نمرة تانية. الو. مساء الخير. تنور. انا حامد، حد سأل عليا؟ لا ده انت بتهزر، بتهزر. انت مين يا كوميدي؟ يا كبير. انت طلعت خفيف قوي، انا مهزر معاك يا عم. انجز مين؟ انا راجب الحوت. حوت كير. الحوت اللي وقع منك. هو ابوك ما حكرتش عليا؟ ايوه 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 ايوه. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة، بس يعني كنت نايم والوقت متأخر وكل الناس نايمين دلوقتي. الوقت متأخر يا عم، ده الساعة لسه ما جاتش 3 الفجر. يعني لسه اليوم ما ابتداش. أمرني يا عم الحاج، في حاجة ممكن أساعدك فيها؟ كنت عايز أشوفك يا أخي، وحشني، ده أنا ما شفتكش من ساعة ما كنت عيل صغير، أنت عارف إن أنا كنت بغير لك كفولة بنفسي، وأنت كنت عامل. مالهاش عايزة التفاصيل دي، مالهاش عايزة، أمرني. عايزك تجي المكتب. عشان نتكلم شوية في موضوع شغل. تمام، متى؟ بكرة تمام؟ تمام. خلاص هستناك بكرة عندي، سلام عليكم. عليكم السلام. انت باينك راجل تقيل. حامد، حامد يا كبير، يا كبير. في ايه يا ولي؟ هو في حد كان بيتصل؟ ايوه في حد كان بيتصل. خمدي النهارده ما باينلوش نوم، اروح اتفرج على سبيس تون. الكبير وصل يا رجب بيه. خليه يتفضل. اوكي. تفضل حضرتك. يا ساتر. مساء الخير يا حاج رجب. اهلا اهلا. اهلا بابن الغالي. يا ده انت نسخة من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حاج. صحيح يا عالم. ده اللي خلف ما ماتش. ما ماتش كورة. القلب دي. على فكرة يعني أبويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك يا ابني ده اللي بيني وبين أبوك ما يضحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير اقعد. أهلا أهلا أهلا. يا ابني اللي عملته ده؟ والله مالي ما عملتش حاجة. يبقى في حد غريب بيننا بقى هنا. أنت اللي بتعملك ده. معلش يا ابني أصل بطني ماشية عليا شوية. ربنا يديك الصحة، هي تبقى غازات. انت صدقتني يا كبير، دي لعبة. أنا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده، وأحب ألعب بيها مع الناس، أحب أعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني بتروش. نفس الكلام نفس الوزن وال. ده منها تبقى ليلة سودة. عمرني يا حاج عاوز إيه؟ على رأيك نقلب قيمة الشغل، لأن أنا موضب لك سهرة تجنن. لا لا اعذرني أنا من جو السهرات دي، لازم أنا أعاود البلد النهاردة. يا ابني انت مالك، انا طالع جد لمين؟ ده ابوك كان هلس واخر مسخره. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمه. يأمرني يا حج. الغرض انا وابوك الله يرحمه عملنا شركه مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود ان انا ابعت الارباح بتاعته كل سنه، ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه يعني. ما بقيش كيفك ناس في الدنيا خلاص، دلوك اللي يطول ياكل اخوه ياكله يعني، انا تحت امرك اللي تامر بيه. عيب يا كبير ما تقولش كده، انت زي ابني بالظبط، انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حاج. يا حاج يا حاج. ما تفكك يا كبير، مالك متجبس؟ سخسخ كده. كهربني تقول لي سخسخ.
قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟ انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في طاقيه. احنا عشت عمره كبير. استنى ده انا عندي شويه صور لابوك هتعجبك قوي. ايوه رجب بيه مدام تونه مستنيه حضرتك بره. تونه ناعمه وحلوه وموت فيها ده مؤاخذه كبير. انت عارف لو سبت التونه لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن ابوك؟ انا اسف انا قلت يعني اجاري الجو يعني جاري كبير جاري. خد العب بدون غطا مجيلك. بما ان راجل خلل يا وجع مربربه ده باين لي مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجه. لا ما فهمش. ده اكبر مقلب عملته في ابوك. في يوم من الايام من 25 سنة. 25 سنة كيف؟ من 15 سنة. لا بردك مش منطقيه. في يوم من الايام وخلاص لقيت ابوك داخل عليا من باب المكتب. اتفضل يا حاج. انت ازيك يا سلوى؟ تمام يا حاج. تحب تشرب ايه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوه وش تقيل مع شال صغير بسكينه معجون. من عينيا يا باشا. حبيب قلبي بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه؟ هو انت برضه ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم. ده احنا ياما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير رجب صديق السوق. رسول خضاره. ما تبطل جلس عادي يا رجب. بطل جلس. ايه عم غطسان فين اللي من دول؟ مشاغل مشاغل كتيره. مشاغل كتيره. طب ايه رايك ان انت حظك في رجليك؟ اشمعنى؟ لانه النهارده معزوم على حفل عيد ميلاد بتاع واحده صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصوريه. ايه رايك؟ جاي معايا الطلعه دي؟ والله كان بودي بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجري ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحه وجو ده ما بقاش فيه صحه. انا بنجز على طول. ما انا عارف ان انت بتنجز على طول عشان كده هي عاملاها بضيق. اضيق كيف؟ يعني انا وهي وانت وبنت خالتها. ما تقول كده. اذا كان كده يبقى ليتس دوت يا صديق السوق. سوق طلات. بطل جلس عادي يا اخي بطل جلس. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هما مش نازلين. لا طالعين. احب على يدك كفايه جلس. قريه كبير اللي انا لسه في اولها. وبعدين يعني هما بيظبطوا الميك اب. انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس 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 احسن قوم. ومين التريلا القلاب دي؟ دي بنت خالتها. ده اللي عدايق يا رجب؟ ده اللي عدايق؟ اهلا 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 اتفضلوا اتفضلوا. اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا يا رورو عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟ ايه؟ ده انت خصيتي خالص. منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي 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 عشرة عمر. مفيش حاجة غلط عملتها في حياتي الا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني اعرفك بشهوير. هاي اهلا وسهلا. ومهي طاز. ايه
قلت لك ما هي ايه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيت ببخيتي. منوره يا مهطاز. ميرسي. قومي يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي يدك حواليا. خلاص خلاص انا هوديه. هو انا غريب عن البيت؟ انا عارف السكه. اتفضل يا كبير. كفايه الضحك دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زقيني ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميله ورقيقه وزي الفل. انت تستهبل. انت جايبني تعمل فيها مقلب؟ مقلب؟ انت متضايق منها تخينه حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا اتجوزها؟ نقص تقدم خرط. دي عامله زي شغل الموبيليا الدمياطي بتاع زمان، خشب عريض تنجيد قط، بس فين مضغوط زي الشغل السيء بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوقتي حالا. مش فاهم اقول بشويش فاهم. عاوز امشي دلوقتي حالا. اه اوكي. خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول وبالعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي. بس اسمع شرط واحد، ما تفرقليش لحظه. وانا ثانيه واحده بس. يلا بينا بقى، احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. وي طحينا من النوم. لما اخذ بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رجبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. صهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديك هديه عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد. خلاص خلاص مش هديها الهديه، هعلمها الساعه 5 دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ ضايع جلس ضايع جلس. الله يحفظك. خد هنا خد هنا. بنتك يا ولية. تعال قول لي انت منين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيده، بحب الجنوب كلهم. قول لي منين من صعيد؟ من بلدك ده يعني. أيوة اسمها إيه يعني؟ أنا أعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. إيه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام مستغرباه قوي. يعني إيه مهطاز؟ لا ده اسم تركي معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي، أصل أنا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكرت يا اخواتي. شربات شربات حي بجد. تيزا جت من تركيا. تيزا ايه؟ تيزا جت من تركيا على اسكندريه ايام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنه، كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخ. بس ما اقولكش بقى، كنت على طول بين ميكروجيب وبين ميني جيب والدوكلتي والهوت شورت. ما اقولكش على يا ستار يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندريه فاتنه الاسكندريه. قصدك ميناء الاسكندريه. طرماي الاسكندريه. رجب حش صاحبك عني. هتتبلي عليا ولي؟ رجب صاحبك جنني. ادي كمان. لقيت لك بقى شله الشباب دي في العربيه عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بدهاش، رحت ضربه ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعه المفتاح بتاع العجل الصليبه ده. عارفه؟ عارفه عارفه. ورحت فاتحه باب العربيه ونازله بقى. قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيل ضربه برشام ولا سكرانين ولا حاجه؟ بضرب بعيني كده. هو يا حبيبي بس لقيت لك عربيه الاتاري معديه، قعدت رادي عليهم اقول لهم يا اتاري يا اتاري يا اتاري. اتاريهم منفضين لي بس انا سديت. يا وليه حرام عليك، كلت نفوخ يا وليه كلت نفوخ. بجد انت تاكل في نفوخك يعني؟ انت تاثر فيك من اي حاجه اقولها لك جيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زيادتك يا بنت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك نزلي يدك نرقص عليها. قومني. عايزين سلب عشان اقومك. عاوز سلب. قومني معاك. يلا بقى يا جوني اخرج، هتجنن واشوفك بالطقم الجديد. اي سوير انت لو ما خرجتش انا هدخلك. خلاص انا طالع اهو، بس غمضوا عليكم. جوني اخرج بقى. جوني من البلد دي، ريلي من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي. او ماي جاد. تصوري مع نفسك فور سكند.
شكلك extremely cool. Really? جوني انت عارفني ما بحبش المبالغة. شكلك كده فعلا بقى سعيدي سعيدي. ممكن بقى تفككم الكلام ده عشان احنا اوريدي متأخرين. طيب قولين ورانا ايه؟ اوكي الساعة 10 هنروح عند ابو حمادة البيت عشان عندهم ايفنت مهم. اوكي الساعة 12 هنروح نزور مدرسة المزاريطة الابتدائية. الساعة 2 في طقس اسمه حنة بيعملوه البنات هنروح نحضره. اوكي استعدنا عشاء بالله. Let's go. Let's go. بالوكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع ده قديله أكتر من 24 ساعة على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي وأنا خايفة ليجرى له حاجة والنبي تخش له ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل الموضوع ده هم اللي هو ليله. So cute. تبتلك أحسن فرصة في الناحية كلاتها. فرصة ليك بالعمدة الدديد. لا 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 ما ينفعش اركبها مش طالبه مخمضه انا لسه فاتر فروت سالاد مش هينفع بعدين انا لابس جلابيه ده يجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني كله مودود حمار بغل دمل دموسي هو لازم العمده يركب حيوان. ايوه الحاجه اللي طلبتها منك وصلت من 6 الصبح. اي لاف ذا سونج بتعدي في حته نهارتي بيتقطع من حته لحد 6 فين الحاجه. اي بقى تعالى عليكم يا كبير. باي ايه هنجلبوها مناحه ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير اللي حصل حصل يا ما دكت على الراس طبول. لا هتقعد كانك اتميت. خد نصيحه مني يا كبير كبر الجيه وروق الديه. ولا اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير الموضوع يعني يكدر ويزعل قاعد لميك ولا عليك مطلق عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاقيه من عمودية كمان يسيبك كده لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحليم. بص يا باشمهندس عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي زي تاتوهاتي يعني بص هنا جوني بص مكتوبه ازاي بص ليبرتيتي الخراطيش يعني رجل شرقي مصري حتى الصميم فاهمني انا عايز بيتي يبقى كده عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو يعني مثلا ممكن اعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن اتجنن معايا يا اخي شويه مش ممكن قفلني معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله جله او طعميه وادبر يعني اي حاجه اي قرص ممكن يبقى مثلا في قدر عايمه في البول يعني جو شرقي. هو بتعمل ايه يا جزمه انت وهو هم التمثال يا ولد. اهدى بس يا كبير انا هفهمك. اتفهمني ولا نيله لم المقاطيع دول واطلع يا اما هتخكم النار. لا ده مش حقك مش حقك انا ليه نص الدوار ده بالظبط سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي very weird. المهم عايزين نعمل البول يلا يا ملاديع يا ولاد الملاديع. رجالة احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني وهنبدأ من هنا الدوار دوار الكبير اللي محدش هيقدر يهوب نواحيه واصل مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت احنا هنضربه وضربتنا هتكون قوية وبقبضة من حديد. بقبضة من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش دين انا هجرب تاني. على فكره انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي 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 انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير يعني بتقفر تقول ال يعني ايه هفهمها كده يك
اقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده؟ الف سلامه عليك. انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما متعورش، دي دي زي دي. الحق ده كمان عامل لون شعره لون شعره. ادرس بص انا بحبك عشان كده بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو، ليت مي جو، لسه عنا شعري. الحق يا كبير الحق، لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بقول. يا مرحب يا مرحب يا القطقطة الشقرة. ام عبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير، استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي، ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مره؟ ليت مي جس، الكبير. ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون. هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه، وارشها لك سكر، وادخلها لك الفرن، وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده تقصد ايه، بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني. اعلى ما في خيلك ولا خيل ايه؟ ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امرك يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش، ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا، ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس، ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه، ويحط عليها سكر، ويدخلها جوه الميكروويف، ويطلعها لي بتاع دوت كحكة. كحكة كحكة كحكة. وبعدين ما ينفعش اقول ممسك العموديه يعني احبس اخويا، يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين، هنعمل ايه؟ مش عارف، بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيب ده. عندي عندي يا سيدوني. اي عندي واحده كفايه والله العظيم، ما في اهدى من دوارنا. وان ما شلتكش الارض نشيلوك فوق حبابي عينيني. ها يا جوني، فكرت هنعمل ايه؟ بص فكرت هنعمل ايه؟ سامع بص فكرت هنعمل ايه؟ كان في فكره في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفايه كفايه. يا سيدوني كله تمام، هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين عباب المطبخ، واحد عباب الزريبة، وانت اشرف. امر يا كبير. عاوزك تقعد تحرس هنا لو عينك غفلت يا اشرف. عمسكك السلك عريان. لا بلا السلك، بلا السلك يا كبير. خلاص انا اطلع انام لي ساعتين، لو اي حاجة حصلت بلغوني صحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير، ملازمها كيف ما أمرت. انت هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازم أمال إيه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجة تعملها؟ لا. طيب ممكن تفكي الحبل شوية؟ ايدي هتتقطع، ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست شلي، لكن انا عبد المأمور. كنت فاكرك كده فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك، مش عايزني ادلعك؟ فيزو. يا بلا ما اخده يا ست شلي. ليه ما فيش؟ طيب انا ايدي وجعاني بجد، كل ده وما صعبتش عليك. فكني بقى. انا يا الجوز ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست شلي. شفت شفت ايدي؟ سلام عليها. ميرسي ان انت فكيتني، بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عشطانه من عليا الجوز. تفضل يا ست شلي. ميرسي.
ايه ده بص العصفورة؟ فين؟ وانتوا صوتكم هتفضحوني يا اغبياء. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسيه يا عم؟ الزفت على دماغك ده ايه هدرس ده؟ اوعى توماس يا انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على شعب الله، نظبط ساعتنا ساعه 3 AM. لعبة أفلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم لحظة عمر. ايه 48 ساعة في إسرائيل. طبي طب عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ ما عايز ساعة ظبطها من أساس. ايه يا جماعة ده؟ احنا بنلعب وأختي بتموت جوه يا جوني. خلاص أشلي بتموت. خلاص توماس أشلي يا حبيبتي يا أشلي، يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس عايشة ولا ميتة؟ أوف لاين ولا أون لاين؟ أشلي يا حبيبتي أشلي أشلي يا جماعة في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها. إيه؟ هنعمل إيه في السور الهيوج ده؟ لا أنا جات لي فكرة دي برضو مهما كان أختي. عايز أروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف؟ لا يا جوني أنت مش فاهم، تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصة يتعامل كده. اجرب انا اجرب اجرب ايه احنا في مولد هنا؟ اقعد هنا مش ناقصه متخلفين وهبل. دو جوني استعدنا على الشقه بالله. هنطاكيه Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف أنا خايف. ما تخافش ما تخافش. Trust me. يعني يعني ثق فيا بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني روح انت وسيبني. ما اقدرش يا هدرس ما اقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا بص في عينيا. 1 2 3. الحمد لله. اوه ماي جاد هدرس ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا 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 ده قدري. انا هستنى هنا كمل لوحدك انت المشوار وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني بص لي في عيني. انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. انت قلود قوي مش ممكن. دي شافوه Thank you.
انت استناني هنا وانا هطلع فوق، لو حسيت باي خطر يا هدرس اعمل لي صوت انثى لامه في موسم التزاوج. اوكي اشلي انسر لي بقى. انت بتعمل ايه هنا؟ ست اشلي وراك انك هربتي، تعالي اوديك لست توماس. أشلي أشلي ما ماتتش. قبضت عليه. قبضت عليه انت عبيط تهمل. أشلي are you okay؟ I'm okay. اوكي انا هكلم جوني. توماس حتى انت كمان طلعت ابل. او ماي جاد. الو او ماي جاد. ايه اللي حصل؟ في صوت رزع وضرب، انا مش مطمن. يا ده جوني بيموت. جوني بيموت. جوني خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد انا كنت جاي عشان اخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت. ده انت وجعتك مربربة يا ولد ابوي. اوعى تتهور اوعى تتهور. انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه. هتعمل وانت لساتك هتعمل. ما انت عملت يا سنيور وانت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد يسمع عليك. ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ Are you crazy؟ انت هتذبحني؟ هذبحك. ده انا هذبحك وانفخك واسلخك حي وقطعك قطيع واحبيك في شكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان، مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه حظابط؟ انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه. ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري. كذاب، ما صدقوش حضره الضابط، حتى سال جوني. ايوه دول كانوا خاطفيني از رهينه. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا. ده كان فيلم كنا عاملينه انا وهو على توماس واشلي عشان يعيشوا جو الاكشن. افهم من كده بقى ان مفيش مشاكل وان انتم متفقين؟ طبعا متفقين. ولا ايه يا كوكي؟ اكده يا جوني. اكده يا حضره العمده.